بالتاكيد طبعا يا امير، احنا متواجدين في مقر النادي الاهلي بالجزيره، كما حدد طبعا اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره واعضاء المجلس بالكامل متواجدين الساعه 4:30. بالفعل انطلق الاجتماع الخاص بمجلس اداره النادي الاهلي امور عديده ويمكن ملفات كثيره جدا يا امير تخص النشاط الرياضي، ايضا كمان مديرين الادارات النهارده يمكن يوم الاخير نقدر نقول ان يبقى في قرار النهارده في بعض المديرين، هيبقى في توزيع بشكل كبير، ايضا كمان في ناس هتوجه لها الشكر، ناس هتستمر خلال المرحله القادمه، يمكن ده معتاد عليه خلال اجتماعات مجلس الاداره. انت عارف انت ايام بتفصلنا عن السنه الجديده طبعا، واكيد بنقول لكل جمهورنا وكل مشاهدينا كل سنه وانتم طيبين، سنه جديده عليكم، فطبعا ده اجراء طبيعي. ايضا كمان امر سيخص ايضا المدير الفني لكره اليد، اكيد طبعا خلال الفتره القادمه جمهور النادي الاهلي بيحلم ويطمع بشكل كبير ان النادي الاهلي في كره اليد يستعيد سلسله الانتصارات. بالفعل يمكن في مدير فني صربي هيكون متواجد مع فريق النادي الاهلي لكره اليد، ايضا سيكون النقاش عليه. كابتن رؤوف عبد القادر اكيد هيكون متواجد كمان خلال لحظات، مدير عام للنشاط الرياضي بالنادي الاهلي، ملفات اداريه ملفات انشائيه، ويمكن كمان عقب الاجتماع مباشره يا امير انت عارف النهارده هيكون في احتفال كبير جدا لفريق النادي الاهلي لكره السله، سواء الدوري المرتبط رجال وايضا كمان فريق المرتبط اللي حققوا بطوله كانت غاليه جدا وصعبه جدا، يمكن تابعناها طبعا من خلال شاشتنا شاشه قناه النادي الاهلي. فاكيد كعاده مجلس الاداره والدعم الكبير للالعاب الجمعيه والالعاب الفرديه تم بالتحديد النهارده كمان في الصاله المغطاه، بناكد كمان بقى على الصاله المغطاه لان كان يمكن كان مقترح ان هو يتعمل في قاعه فكري اباظه، لكن العدد هيكون كبير شويه، رجال وسيدات دوري المرتبط، ايضا كمان فريق كره السله رجال هيكون عدد كبير جدا للاداريين وبعض اولياء الامور ايضا كمان سيكونوا متواجدين لمشاركه يمكن ابنائهم ومشاركه طبعا ازواجهم، طبعا يمكن اللعيبه الكبار بنتكلم عليها في الاحتفاليه طبعا اللي هتكون مميزه جدا. بالتحديد بالفعل الساعه 7 ان شاء الله او 7:30 هتكون انطلاقه هذا الحفل في الصاله المغطاه، الصاله الكبيره طبعا صاله الامير عبد الله الفيصل. زي ما قلنا طبعا مجهود كبير من النشاط الرياضي بيبذل في يمكن الفتره اللي فاتت كان في تحامل كبير جدا على النشاط الرياضي، ناس بتقول ليه النشاط الرياضي وليه الالعاب الاخرى ما بتنافسش بشكل كبير جدا، لكن واضح خلال الفتره القادمه ان شاء الله انطلاقه كره السله، منتظرين كره اليد. ايضا كمان زي ما شفنا يا امير في اجتماع مجلس الاداره السابق ان تم بالفعل اتخاذ قرار ليه يمكن هيكون في الكره الطائره سيدات ورجال هنا بطوله افريقيه تكون متواجده طبعا في صاله الامير عبد الله الفيصل. فيمكن زي ما بنقول الالعاب الجامعيه والالعاب الفرديه يمكن ده هيبقى الشغل الكبير جدا لمجلس اداره النادي الاهلي خلال المرحله القادمه. لكن لو باكد لك على نقطه مهمه ايضا يا امير، قبل انطلاق هذا الاجتماع تواجد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والمشرف العام على قطاع كره القدم بشكل عام مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني لفريق النادي الاهلي، اكيد في امور كثيره جدا ايضا سيتم طرحها اليوم على مجلس اداره النادي الاهلي، متطلبات مستر مارتن لاسارتي خلال الفتره القادمه، اكيد الراجل يمكن عنده بعض المتطلبات لان النادي الاهلي خلال المرحله القادمه ان شاء الله هيكون في ثوب جديد، النادي الاهلي يمكن بياخد خطوات ثابته للامام خلال المرحله الماضيه من بطوله الدوري العام او البطوله الافريقيه، النادي الاهلي سيواجه مباراه الداخليه، فيمكن تلاحم المباريات القادم ده يا امير محتاج قرارات سريعه، محتاج ان يكون في اجتماعات بشكل مستمر مع الجهاز الفني، ويمكن ده اللي بيقوم بيه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، لان يمكن الفتره اللي جايه زي ما قلنا ان شاء الله باذن الله فيها مرحله كبيره فيها تحديات كثيره، مرحله اخرى لفريق النادي الاهلي، فان شاء الله النهارده منتظرين طبعا القرارات اللي هتصدر من مجلس اداره النادي الاهلي، وبالتاكيد ان شاء الله يمكن اللي احنا عرفناه قبل الساعه 7 ان شاء الله قبل هذا الحفل ستكون قرارات مجلس الاداره يمكن منتهيه بشكل تام ان شاء الله. نكون معاك يا امير على شاشه قناه النادي الاهلي او من خلال برنامج معاك ان شاء الله يا امير، هنتابع معاكم كل القرارات وكل الامور الخاصه هنا في مجلس اداره النادي الاهلي ومنها ان شاء الله الى الاحتفاليه الخاصه في الصاله المغطاه. برجع لك يا امير ولو في استفسار انا معاك. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا طبعا.